السلام عليكم طلاب. فيديو اليوم ايضا راح يكون من فيديوهات المصطلحات الطبيه. راح ناخذ ب prefix. prefix يعني اضافه بدايه الكلمه حتى تعطيها معنى. prefix اليوم هن اثنين، تاكي وبرادي. تاكي يعني سريع، fast او rapid، اما برادي معناتها بطيء. مثلا عندنا تكبنيه. تكبنيه يعني التنفس السريع، اما برادبنيه يعني تنفس بطيء. المثال الاخر تاكيكارديا يعني نبض قلب سريع، وبراديكارديا يعني النبض يكون بطيء او دقات القلب بطيئة. اتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو. اشوفكم فيديو اخر. لا تنسون اشتركوا بالقناة وسووا لايك اذا شفتوا مفيد.